يا هلا والله بحلقة جديدة من روزز كيتشن. طبعا اليوم الطبخة اللي راح اسويها راح اسوي زهرة باللحمة المفرومة. طبعا لاحظت انه كل اكلاتي باللحمة المفرومة، ما ادري ليش، يمكن اسهل شيء ينطبخ من اللحوم. فبس خليني اوريكم طريقة، هي الطريقة مرة سهلة وما تاخذ وقت، واتوقع يمكن اسهل اكلة ممكن تطبخونها في الحياة. فيلا نبدأ. اول خطوة بتكون انه راح نقلي الزهرة بزيت كثير، نحط زيت هنا ونعبيه. طبعا الزهرة كذا قطعتها في هذا الحجم، فلازم تقطعونها كبير عشان ايش؟ الى ما الزيت يحمى خلينا نقطع الكزبرة. شوف عاد ما اعرف شلون اقطع الكزبرة زي الناس، بس نجرب. يس، ونقطع الكزبرة صغار لانه راح نطبخها مع اللحمة المفرومة. ما ادري كم كمية المفروض احط، بس بجرب يعني. وقطعنا، فرمنا الكزبرة ونخليها على جنب عشان لما نطبخ اللحمة. اوكي، بسم الله نبدأ القلي. اصعب مرحلة، بسم الله. طبعا تقلونها لين ما يصير لونها ذهبي. او ماي جاد، لا لا، امزح. لونها لين يصير لونها ذهبي عشان راح نطبخها بعدين. يا اني ميتة جوع، بس قاعدة انتظر الاكلة تخلص عشان اكلها كلها لحالي مع ليمون كذا وخبز. جعت بسرعة، يبينا ننتظر عليها شوي. المهم انتظروا لين اخر الحلقة لان في سؤال المسابقة وراح يكون في جائزة ايفون ثاني، فتابعوا لين اخر حلقة عشان تسمعون السؤال وكلكم تجاوبون وتشاركون ويكون لكم فرصة انكم تكسبون ايفون. لا تفوتون الحلقة الاخير، انتظروا لين الاخير. بالوقت اللي بننتظر فيه الزهرة تستوي خليني اسوي اللحمة المفرومة. طبعا بسويها بنفس القدر، ونحط اللحمة المفرومة. طبعا جايبة لحمة فريش، احسن من حقة المرة اللي فاتت صراحة. طيب اشوف الكمية. انا احط بعد، انا ما احب اللحمه المفرومه كثير يعني تكون اكثر من الزهره، فخليني افكر بمخي دقيقه. اتوقع يكفي، حطيت نصها. طبعا مع اللحمه المفرومه راح احط ملح وفلفل، وراح احط بعد ثوم وكزبره. في ناس يحطون بصل، بس انا يعني ما احب البصل كثير صراحه. في ناس اتوقع يمكن تحط بهار او ماجي او شيء، انا عن نفسي لا، بس ملح وفلفل وثوم وكزبره. الزهره المفروض يصير لونها كذا نفس هذه، فخلينا نشيل الصغار اللي استووا. في هذا الوقت ندق الثوم. الله يستر، ان شاء الله ما تطير. بالعاده لما ادقها لازم واحده كذا، شفتوا قلت لكم بتطير. باقي واحدة عن جس نصيت. ما قاعد تنصاد معي واحدة. أخيرا شيك اللحمة، حط ملح وفلفل. عاد ما أدري، أنا سيئة بكمية الملح والفلفل، بس نجرب. حط بالنظر. أوكي، ونحط الحين الثوم. مع اللحم المفروم والكزبرة بعد، ونحط شوية كزبرة معاه.
ونجرب الملح اذا ملحها زايد او ناقص. طبعا اصعب لقطة برمضان ان الواحد ما يقدر يسوي هاللقطة، انه يذوق الاكلة اذا مضبوط ملحها ولا لا. وشوفي وقت الفطور وش بيطلع معك، يا ماسخ يا مالة. تحتاج ملح طبعا، وبضيف عليها بس احط عليها الزهرة يعني. اطفي اللحمة عشان ما تنشف ونشوف ايش صار على الزهرة. يا اخي مرة احس النار مو حارة، يعني بيتي تستوي بسرعة، هنا احس خذت وقت طولت. ايوه هذه تحمر. طبعا انا اكره فقرة القليل، لانه صار فيني موقف رمضان اللي فات كنت قاعدة أقلي وفجأة أتوقع إنه انكب الزيت على النار وقامت النار شبت، فأنا من الخرشة ما أدري وش أسوي، رحت جبت موية وصبيت عليها. هو غلط إنكم تصبون موية على الزيت لأنه تزيد النار، فالغباء اللي صار من الخرشة إني كبيت الموية وزادت النار، صرت ألطم، عرفت إنه واو وش أسوي، ودخان وبدل الإنذار يرن وما أدري وش أسوي، قعدت أهوي يعني إيش وربي ستر. بس انتبهوا تسوون هالغلطة وقت لا سمح الله لو شب النار وانتوا تقلون، لا تصبوا موية، يعني ما ادري جيبوا بخاخ حريق هذاك بيطفي الحريق، عرفتوا؟ بس لا تصبوا موية، احترسوا يعني. هذا قلت افيدكم معلوماتي خبراتي اللي صارت بالسنوات اللي فاتت. وبعد ما خلصنا من قلي الزهرة الحين نحطها بالقدر مع اللحمة المفرومة. تحاولون لانها مره طريه، تحاولون انكم تحطونها من غير ما تتفتت، عرفتوا؟ والله عندي احساس اني كثرت لحمه مفرومه، احس الاكله بتصير لحمه مفرومه بالزهره مو زهره بالمفرومه. بعد ما حطيناها الحين نضيف عليها مويه. بس وكذا ننتظرها تنطبخ، بس بضيف ملح بس، ونحطها على نار هادية شوي، يعني مو مرة هادية شوي يعني، ونخليها تطبخ وبس. والله ننتظر الأكلة لين تطبخ وتستوي وبس، كذا تكون خلصت الأكلة وتاكلونها مع ليمون وخبز. وفي ناس ياكلونها مع رز، بس أنا ما عمري كليتها مع رز صراحة، دايما أكلها مع خبز. فخلينا ننتظر الأكلة تستوي ونرجع. وخلص وقت الأكلة، الحين جاء وقت إنه أحلى شعور، أحلى شعور لما تكون الجو بس. خليني أذوقها أول شيء، أتأكد إنه كل شيء فيها. تسلم إيديا، يا سلام عليك. كذا نضيف في المطبخ، الحين نحتاج الصحن عشان نسكب الأكلة. نسكب الأكلة وش زينها. وكذا الأكلة صارت جاهزة. طبعا شوفوا الحين بنزينها بكزبرة شوي، زين؟ طبعا هذا الشيء الوحيد اللي أقدر أزين فيه الأكل. يعني أنا أعترف لكم اعتراف صراحة، المفروض صارت زي الرز، المفروض تكون حبات زهرة، بس يعني تعرفون هذه بروفة قبل رمضان. فإن شاء الله يعني أطبخها مرة ثانية بشكل أفضل. النار حقتهم مو حارة، ما أدري إيش فيها، يعني إذا قعدت ساعة أطبخ أحاول لين انهرست، يعني أعتذر لكم. زبدة يعني، أنا حاكلها يعني حاكلها، أنا جوعانة يعني. أهم شيء الطعم، اهم شيء الطعم، يعني ما لكم دخل بالشكل، اهم شيء مضمون. بس انتم لا تطبقون الاكله يعني، نصيحه مني لكم. المهم احتاج الليمون، وهذا الليمون، احتاج سكين، شفت السكين نقطعها، يمي يمي. واخر شيء نقدمها مع الخبز. وبكذا تكون خلصت الاكله، ان شاء الله تكون عجبتكم. هي سهله وبسيطه، بس يعني عادي تصير اول شيء اخطاء، يعني من زمان انتر من رمضان اللي فات ما طبخت، شوفوا سنه كامله ما سويت زهره، فعادي يعني الا ما تصير اخطاء.
فالحمد لله انه طلع اهم شيء الطعم كويس. وجاء وقت السؤال الحين اللي راح يكون جائزته ايفون اكس اس. السؤال مره سهل ما يبي له شيء. كم اكاونت عندي بالسوشيال ميديا؟ اكتبوا لي الجواب تحت الفيديو بالكومنتس، واذكروا لي ايش اليوزرات حقاتي بالسوشيال ميديا، وان شاء الله الجواب راح تعرفونه الاسبوع الجاي بالحلقه الجايه. وغير هذا راح اعلن عن الفائز اكيد بالسناب شات عندي. وبس والله ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه، ولا تنسون تسوون لايك سبسكرايب وشير، واحبكم، اشوفكم الحلقه الجايه.